القوات الأمنية العراقية بالتوغل إلى المدينة القديمة آخر معاقل تنظيم داعش في الجانب الأيمن من الموصل، وشرعت بالتقدم من جراج بغداد للوصول إلى ضفة نهر دجلة واستكمال السيطرة على باب البيض وباب الجديد وباب الطوب وتحرير مبنى الدفاع المدني، هجوم تشارك فيه قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والرد السريع. تشترك فيها جميع القطاعات القوات الأمنية متمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والجيش العراقي. هناك محاور خصصت لهذه القطاعات وقسمت عليهم المنطقة القديمة. مع تقدم القوات العراقية لاستعادة المدينة القديمة يتوقع فريق إجلاء النازحين زيادة وتيرة النزوح، وبالأخص مع وجود نحو 100,000 شخص ما زالوا متواجدين فيها وبعد فتح ممرات آمنة لعبورهم والوصول إلى القوات الأمنية. من بداية العملية من 17/10/2016 ولحد الآن 961,000 نازح، باقين أقل من 100 هم داخل الموصل القديمة، وعندنا إمكانية لإيواهم في كافة المخيمات. افتتحت القوات الأمنية العراقية مركزا لاستقبال النازحين في الجانب الأيسر من الموصل إلى جانب مركز استقبالهم في حمام العليل، ويتم نقلهم بالسيارات العسكرية من مواقع القتال إلى هذا المركز ليتم التحقيق معهم أمنيا ثم توزيعهم على المخيمات أو إيوائهم في الجانب الأيسر من المدينة حسب رغبة النازح، وسط استعدادات بفتح مخيمين آخرين خلال الأيام القادمة. فتحنا ممرات ومثل ما تشوفون بدأ النازحين من هذا الطريق، معدل النازحين يوصل حسب العمليات 2700 3000 1500، اللي يريد يروح المخيم، اللي ما عنده أحد يقدر يروح المخيم. عندنا ما شاء الله 16 مخيم وراح نفتتح بعد 2. تعتبر المدينة القديمة أساس محافظة نينوى، حيث تضم 7 أبواب منها 5 جنوبا السراي الطوب لكش الجديد البيض، وفي الشمال بابان سنجار المسجد، ناهيك عن معظم المؤسسات الرئيسية من مصارف ودوائر حكومية، بالإضافة إلى منارة الحدباء في ساحة الجامع النوري الكبير، حيث ظهر زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي للمرة الأولى والوحيدة بشكل علني في خطبة الجمعة في 5 تموز 2014. حميد زيباري، الحرة، الموصل.